العب انا وابو القاسم بالطاوله، اما شو غلبت لك يا غلب؟ تلدوا شاشات ببعضهم شو بدهم نسوا؟ انت طول عمرك هيك يا بابا، ما بيخاف عليك ابدا. ايش بدنا نساوي؟ تفضلي سلامتي حياتك. تفضلي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو ويدان؟ شلون شايفتي الوضع هون؟ ان شاء الله ما في شيء يزعجك. اعوذ بالله، والله ابو ايمن وام ايمن ما في منهم، غامريني بلطفهم وكرمهم، والله بينشربوا مع المي العكره. يعني ابو ايمن ما عم يعيدك الغسيل والجلي ثلاث اربع مرات؟ يا الله يسامحك يا ست رنا، والله ما في منه. وداد مره نظيفه ومحترمه وشغيله وعين الله عليها، مو مثل هدول اللي كنت تجيبي لي اياهم. الله يخليك ويطول بعمرك. ست ام ايمن انا خلصت كل شغلي، بدك شيء ثاني مني؟ سلامتك الله يعطيك العافيه. تنين ناطرتك، اوعك ما تجي. ان شاء الله ما بتاخر عليك، يلا بخاطركم. مع السلامه. مع السلامه. مثل ما قلت لك يا بنتي، تعب وركيد وسهر، وهذا حريد وهذا مريض، والثالثه مو عاجبتها مدرستها، واختها مو عاجبينها اواعيها، واخر شيء مثل ما لك شايفه، طلعت حوالي لقيت حالي لحالي انا وهالختيار. ايمن اتجوز وسافر، واخوه بعد بسنه لحقه، وكمان رانيا اتجوزت رفيق اخواتها وسافرت كمان هي، وضليت وشي بوش هالختيار. ولولا ما رانا كل كم يوم بتيجي بتشقى علي، لكن طقيت. الله بيفرجها ست ام ايمن، المهم انك بصحتك وعافيتك. اي والله هي اكبر نعمه الحمد لله، بس والله اشتقت لهم كلهم. ادعي لهم الله يوفقهم ويخلي لك هالرجال، الله بيفرجها. ايه الله يفرج حال الجميع. لك شبكم بقى؟ طلعت وحده مجرمه وقتلت قتلها، ما بدك لهالقد؟ انت شو عم تحكي؟ هاي المخلوقه مو وشها وش قتل. ليش ما منقول كانت عم تدافع عن حالها؟ عم تدافع عن حالها؟ من شو؟ ابصر شو في بينه وبين ابو رامي. هالقصة كلها مو فايتة براسي. وداد اكيد مظلومة، البني ادم بينعرف من نظرته، ونظرتها نظرة وحدة بنت حلال. قليلي شو صار بولادها؟ شو بيعرفني؟ يعني شو بده يصير فيهم؟ هدول العالم اذا بتحطهم بجهنم بيعيشوا. الحسرة عليكم انتو المصدقين هيك وحدة. انا رايح اتمشى، بدي غير جو، حاسس حالي رح اختنق هون. وين بدك تتمشى؟ بجنينة الساحة. استناني بدي روح غير جو معك. يعني زعلتوا مني بدكم تتركوني لحالي صار الحق علي؟ يا بنتي ما بصير تصدقي كل شيء بيقولوه الناس وترجعي تعيديه مثل ما هو. ياما في ناس مظالم. لازم تعرفي لما بتحكي عن شو عم تحكي وعن مين عم تحكي. وداد مو مثل ما قالوا لك رفقاتك. قومي قومي غير جو سوا. لازم الدولة تكتر جناين. البلد صار بده شيء 1000 جنينة على قد مو صاير مخنوق. بابا البلد بده كتير شغلات مو بس جناين. والله مزبوط عم تحكي يا رنا. أنا لما بشوف الولاد بالشوارع بتقطع. أهلين حبيبتي. مرحبا خالي. أهلين. كيفك؟ شلونك؟ مرحبا عمو كيفك؟ أهلا وسهلا. أهلا. أكيد أنتي رندا ما؟ لا أنا الأصغر منا رنا. أهلين كيفكم؟ ما حنقبل منوب، تعرفينا كلنا ما بتقلينا مين حضرتي؟ هلا ما عرفتوني؟ لا والله بلا صغرة. أنا فريدة بنت أم رشاد جارتكم. يي حبيبة قلبي. يا خالي عم أقول أنت بتشبهيها كتير. الله يرحم ترابها لأمك. شو كانت طاهرة وبنت حلال. الله يخليك يا عمو. كيفك حبيبتي؟ الحمد لله. وين صفياني؟ كيف أخوك رشاد؟ نحن كلاتنا بخير الحمد لله، ورشاد بخير الحمد لله. الحمد لله. طيب مو حلوة هيك نضل واقفين هون؟ خلينا نفوت على جنينة ونحكي. أنت مو جاية لجنينة؟ لا والله يا خالي كنت هيك بدي مر على السوق السواق شوي، بس بما إنه شفتكم رح فوت على جنينة. يلا تفضل تفضل. ما تجوزتي يا فريدة؟ ما صار نصيب خالي. هو بصراحة كان في شخص بحياتي، حبينا بعضنا منيح، بس ما قدرنا نرتبط، ظروف منعتنا. وهلا انت وين عايشة؟ هلا عايشة مع اخي رشاد، هو كمان ما تجوز، عزابية على بعضنا. وان شاء الله مبسوطين. الحمد لله عمو الحمد لله. بس بتعرف يعني لو كل واحد فينا تجوز وصار عنده اولاد وعيلة اكيد الحياة بتكون احلى. الحمد لله على كل شيء. هذا يا ستي في كم ولد مقطوعين من شجرة
إذا بتوصلي لهم بنوبك ثواب وبتعودي اللي الله سبحانه وتعالى ما طعمك يا. شو قصتهم هدول؟ قصتهم قصة يا حرام. لك احكي لهم احكي لهم احكي لهم. هذا يا ستي من فترة اشتغلت عنا واحدة بنت حلال، اشتغلت بالبيت، اسمها وداد. هي وداد يا حرام الله يعينها ويساعدها. اهلا يا اهلا وسهلا. مرحبا خالتي. اهلا بيك. ليك صحتك ان شاء الله منيحه. بنشكر وبنحمد على كل حال. اهلا وسهلا. شرفتي خالتي. تفضلي تفضلي. والله اشتقت لك كثير. اشتاق لك. العافيه. كيفك؟ خلينا اياكي. الحمد لله. الله يسلمك خليكي. شو كل هالادويه؟ كلها هي بتاخديها؟ بيفتحوا صيدليه هدول. الله يخلي لك صحتك وعافيتك ويعافيكي من هالبلاوي. الله يعافيكي خالته ويطول بعمرك. عمو ابو ايمن وينه؟ راح على القهوه وهلا ما بتلاقيه الا هالهلاله. شو بدي اقول لك؟ بعد اللي صار مع وداد ما جبتي وحده ثانيه تساعدك بشغل البيت؟ وين بدي لاقي مثلها؟ نظايفية وشغيلة وأدب واحترام. يا بنتي الشغالات اللي من هالنوع صاروا قطع نادر، عملة صعبة. تعرفي خالته؟ من كتر ما صرتي حاكيتيلي عنها صرت حبها، مع إنه بحياتي ما شفتها. هذا ما شفتيها وهيك، كيف لو شفتيها؟ بعد ما حكيتيلي قصتها هي وولادها أنا ما بعرف، ما بعرف شو صار لي. هذا لأنه عندك وجدان وضمير ولأنك من بيت أصل. مشان هيك خالته قلت لحالي يعني بلكي بيجي لعندك وبنتساعد أنا وياكي نعرف وين أراضيه. هاي بسيطة. هلأ بحكي مع رنا وبنعرف عن طريق مين جابتها. يا ريت. إجا. ما قلت لك العشرة بتخلي الواحدة تحس بالرجال وين ما كان. مرحبا. أهلين عمو. أهلين أهلين. شلونك؟ شو الحمد لله الحمد لله. أهلين. تفضلي تفضلي. كيفك؟ والله الحمد لله. شلوني؟ الحمد لله الله يخليك. فريدة جاية تسأل عن أولاد وداد وكنت رح أتصل برنا لحتى تعرف لي وين كانت ساكنة. إيه والله يا عمو قلت لحالي يعني بلكي بقدر بساعدهم بشي. إيه ها؟ هاي خبرية بتفرح القلب، بتستاهلوا انه وصيلكن على احلى غدا. اتصلي وشوفي اذا بتعرف العنوان، واذا قالت لك ما بعرفه بتقلي لها بتجيبيه من تحت تقطيع الارض، وانا هلا رايح وصيلكن على احلى غدا. يلا. اتصلي خالته. مرحبا رنا. على مهلك على مهلك. ما راح اطير السفره من قدامك. ما بعرف فجاه انفتحت قولتي، حاسس بحالي كاني مالي اكل من شهر. اي على وشي يا عمو. كانت لنا وين بيت هي ام حسين؟ كنا نحن بنروح لعندها. ام تحسين عمو. ام تحسين شو بنا؟ كم مره صرت مخربت فيه؟ ام تحسين ولا ام حسين مو مهم، المهم نوصل للاولاد. ولك اخ اخ لو انه الواحد لساته بهمته. والله والله ما بخلي حدا غيري ياخذ اولاد وداد. ما بعرف يمكن يطلعوا احسن من اللي من دمنا ولحمنا. شو بنا عمو؟ شو في داعي لهالحكي هلا؟ الحمد لله شبعت. الصحة وهنا. بس ما تروح معك يومين بلا اكل مثل عادتك. انت ضلي جيبي لي هيك اخبار وإلك علي، ما خلي لك صحن مليان. مرحبا. اهلين بابا. لا سلام على طعام. يلا. اهلين رنا. كيفك؟ كملي اكلك. صحتين وهنا. كلي لك لقمه. شكرا سبقتكم. نحن جاهزين نروح بعد الغداء فورا. وليش مستعجلين هالقد؟ وليش لحتى ما نستعجل؟ الله يعلم قديش بحاجه لحدا يدير باله عليهم. يا ترى عرفوا شو صار بامهم؟ عرفوا انه كتب عليهم اليتم؟ عرفوا انه امهم زتت بالحبوس؟